أعلام أعلام نزل فيهم قرآن. كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة بن الربيع رضي الله عنهم. تخلف ثلاثة من الأنصار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، وهم كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة بن الربيع رضي الله عنهم، وكان تخلفهم من دون عذر ومن غير نفاق ولا قصد للمخالفة. فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم عتب عليهم وأمر الصحابة ألا يكلموا هؤلاء الثلاثة، وجرت ضدهم مقاطعة شديدة، وتغير لهم الناس حتى تنكرت لهم الأرض وضاقت عليهم بما رحبت، وضاقت عليهم أنفسهم، وبلغت بهم الشدة أنهم بعد أن قضوا 40 ليلة من بداية المقاطعة أمروا أن يعتزلوا نساءهم، حتى مر على مقاطعتهم 50 ليلة، ثم أنزل الله توبتهم فقال سبحانه: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. أعلام نزل فيهم قرآن.